في الفيديو ده هتكلم عن حاجة اسمها Functional Areas of the Cerebral Cortex أو Functional Cortical Areas أو Cortical Areas. طبعا ده موضوع مهم جدا في دراستك للنيورو أناتومي، لأن في عالم ألماني اسمه برودمان، فالعالم ده بدأ يصنف الكورتيكال Areas. كل Area بيديها اسم، بيديها مكان، بيديها رقم، بيحدد وظيفتها، تمام. فبرودمان هو اللي حدد لنا الكورتيكال ارياز اللي احنا هندرسها النهاردة وهنتعرف عليها. فهنبدأ مع بعض نتعرف على الكورتيكال ارياز دي، كل لوب فيه ايه. اول لوب هبدأ بيه اللي هو الفرونتال لوب. طبعا زي ما احنا شايفين احنا هنا ده اللاترال سيرفيس اوف ذا سيريبرم، هنا انتيريور وهنا بوستيريور. طيب افكرك ان في عندنا سلكس اساسيه اللي هي موجوده هنا اللي هي السنترال سلكس، وكان قدامها جايروس اللي موجوده هنا اسمها بري سنترال جايروس. ولو مش فاكر الكلام ده افضل انك تراجع الفيديوهين اللي فاتوا، في تو فيديوز، واحد اسمه اناتومي اوف ذا سيريبرم بارت 1 واناتومي اوف ذا سيريبرم بارت 2، اللي هيفكرك بكل السلكاي والجايراي اللي موجوده على كل سيرفيس في السيريبرم. طيب نرجع هنا للجايرس دي اللي انا بلونها دلوقتي باللون الاصفر، دي اسمها بري سنترال جايرس. خلي بالك البري سنترال جايرس عليها اريا مهمه جدا اسمها موتور اريا 4، يبقى هي اسمها موتور اريا. طب وهي رقمها كام؟ رقمها 4. بتعمل ايه الموتور اريا 4؟ قبل ما نتكلم عن وظيفتها لازم نتفق مع بعض على حاجة، ان احنا عندنا two cerebral hemispheres، right cerebral hemisphere و left cerebral hemisphere. ال right cerebral hemisphere بتعمل control لل left side of the body، والعكس ال left cerebral hemisphere بتعمل control لل left، ال left بتعمل control لل right side of the body. فالموتور اريا 4 من اسمها موتور، يبقى دي منطقة حركية بتعمل كنترول للموفمنت، هي اللي بتعمل كنترول للسكيلد موفمنت. فين؟ فين؟ على الاوبوزيت سايد اوف ذا بادي. طب يعني ايه سكيلد موفمنت او فاين سكيلد موفمنت؟ احنا الحركة عندنا في الهيومن بادي بتنقسم الى حاجتين، في حركة بسميها جروس موفمنت وفي حركة بسميها فاين سكيلد موفمنت. الجروس موفمنت اللي هي الحركة الكبيرة، ان انا بحرك مثلا ابر مع بعضه اللور مع بعضه، الحركات الكبيره اللي مش محتاج مهاره. لكن الفاين سكيلد موفمنت اللي هي الحركات الصغيره، تمام، اللي انا بستخدم فيها يعني بتبقى بريسايزد موفمنت، يعني عايزه في مهاره معينه عشان احرك الجزء ده من الجسم. فالموتور اريا 4 هي اللي بتعمل كنترول للفاين سكيلد موفمنت، ولكن لازم اقول فين؟ على الاوبوزيت سايد اوف ذا بادي اللي هو الكونترالاترال سايد. اتفقنا؟ طيب يبقى دي وظيفتها. اذا لو الموتور اريا 4 حصل فيها ليجن هتكون ايه النتيجه؟ هتكون ايه النتيجه؟ هفقد الحركه على الكونترالاترال سايد، وده اللي انا بسميه كونترالاترال هيميبليجيا. كونترالاترال يعني على الاوبزيت سايد، هيميبليجيا اللي هو شلل نصفي، بياخد بقى الجسم على ناحيه واحده، تمام، فوق وتحت، ابر ولور، خلاص. طيب يبقى ده الموتور اريا 4 ودي وظيفتها وده الليجن بتاعها. بس خلي بالك الهيومن بادي بتاعك بيبقى مرسوم هنا على الموتور اريا 4 بالظبط، يعني خريطه جسمك مرسومه هنا، ولكن بالمقلوب. يعني ايه بالمقلوب؟ يعني ابسايد داون، يعني راسك تحت ورجلك فوق. يعني ايه برضو؟ يعني منطقه الهيدند نيك هنا بيليها منطقة الأبر، يليها منطقة الترنك، يليها منطقة اللور ليم، تمام، بما فيها الليج والفوت والبرينيوم هلاقيهم هنا. وخلي بالك زي ما البري سنترال جايروس اتفقنا ان هي بتكون موجودة على اللاترال سيرفيس وبيلف جزء منها مع السنترال سيركس ويبان على الميديال سيرفيس، تمام، فهلاقي ان الجزء بتاع الليج والفوت والبرينيوم لافف معانا على الميديال سايد اوف ذا سيريبروم. يعني ايه كمان؟ يعني انا لو خدت قطاع كورونال بالشكل ده في السيريبروم وجيت عند المنطقه بتاعه الموتور اريا 4 اهي، خلي بالك الميد لاين هنا،
إذن هنا lateral وهنا medial. هلاقي إن على الموتور إيريا 4 خريطة جسمك أو أجزاء جسمك متمثلة عليها، ولكن بالمقلوب upside down. منطقة الهيدند نيك ومنطقة الأبر ومنطقة الترانك ومنطقة الإيه اللور، بس منطقة اللور اللي هي الليج والفوت والبرينيوم تمام لفة على الميديال سيرفس عند البارا سنترال ليبيول. كويس. طيب الوصف اللي أنا قلته ده بسميه إيه؟ بسميه موتور هومانكولس. يعني إيه موتور هومانكولس؟ عبارة عن الريبريزنتيشن، it is the representation of the human body تمام on the surface of the precentral gyrus on the surface of the motor area 4. كويس. طيب السؤال دلوقتي، هل كل اجزاء جسمك بتبقى موجوده بالتساوي على الموتور هومانكولس دي او على الموتور area 4؟ لا، حجم الجسم، اجزاء الجسم هنا مختلفه. طب هو بيعتمد على ايه؟ size of the cortical area او الاريا بتاعت الكورتكس هنا في المنطقة دي حجمها بيتناسب او بيبقى proportional to the ايه skill، المهارة. كل ما كان الجزء ده في جسمك بيؤدي مهارة كبيرة او معقدة، كل ما المساحة بتاعته اللي بتمثله بتبقى كبيرة. ولذلك انا بلاقي هنا منطقة الهاند كبيرة جدا، لان هي اكتر جزء عندنا في الهيومن بادي بيؤدي وظيفة، وبالتحديد منطقة الثمب، الصباع ده. خلاص يبقى اتفقنا ان ده حاجة بسميها موتور هومانكولس. طيب نيجي بعد كده ناخد اريا تاني. احنا اتفقنا ان دي سنترال سالكس ودي البري سنترال جايروس. طيب في بقى قدامها المنطقة دي، خلاص يبقى بقول اريا ان فرونت اوف ذا بري سنترال جايروس. مش كان في هنا موتور اريا بقول عليها موتور اريا 4؟ اذا الاريا دي هسميها ايه بقى؟ بري موتور. بري موتور اريا رقم كام؟ 6. يبقى دي البري موتور اريا 6. طب يا ترى الاريا دي مسؤوله عن ايه؟ دي مخزن. مخزن، مخزن لايه؟ مخزن لاي مهاره حركيه انت بتتعلمها. اي مهاره حركيه بتكتسبها بيبقى ليها خطوات، الخطوات بتاعتها بتبقى متبرمجة ومتخزنة هنا في البري موتور اريا 6. ولذلك بقول عليها ان هي بتعمل ستور للبروجرامز اوف موفمنت، ستور بروجرامز اوف موفمنت تمام. دي اول وظيفة ليها واهم وظيفة. طب تاني وظيفة ليها ايه؟ البري موتور اريا 6 هنعرف بعد كده ان هي تعتبر اكسترا بيراميدال سنتر، ولذلك ليها اي سنترز عندنا، خلي بالك بيراميدال او اكسترا بيراميدال، وفي المحاضره الجايه ان شاء الله هنتعرف على الفرق ما بينهم. طيب اكسترا بيراميدال سنتر يعني ليها اكسترا بيراميدال فانكشن. بتتمثل في ايه الاكسترا بيراميدال فانكشن؟ ان هي بتعمل كنترول للبروكسيمال ماسلز اوف ذا هيومن بودي، وكمان بتعمل انهيبيشن اوف ذا ماسل تون، بتهدي الماسل تون شويه. يبقى دي وظيفتها. اذا لو البري موتور اريا 6 حصل فيها ليجن هتكون ايه النتيجه؟ هيدخل البيشنت في حاله اسمها موتور ابراكسيا. موتور ابراكسيا عباره عن ايه الموتور ابراكسيا دي؟ باختصار شديد بالعربي كده هنشرحها، ان البيشنت ده العضلات عنده سليمه لكن هو مش قادر يعمل المهارات الحركيه اللي هو كان متعلمها تمام. يعني ايه؟ عدم القدرة على أداء الحركات بالرغم من سلامة العضلات. يبقى إذن الموتور أبراكسيا هي عبارة عن inability to perform movements in spite of intact muscles. خلاص، ودي الليجن اللي بيميز الـ A pre-motor area 6. طيب نشوف منطقة تانية. شايف المنطقة دي؟ خلي بالك هنا ده الفرونتال لوب والجزء ده اللي هو الفرونتال بول. الفرونتال بول عليه اريا مهمة جدا، الارقام بتاعتها 10 و11 و12، والاريا دي بسميها بري فرونتال اريا. بري فرونتال اريا خلي بالك دي بقى بتاعت الشخصية، دي بتاعت السلوك، دي بتاعت الصفات. كل شخص فينا بيبقى ليه شخصية وسمات في الشخصية مميزة، صادق، كاذب، امين، اجتماعي، انطوائي،
فكل سمات الشخصية بتبقى موجودة في البري فرونتال اريا هنا. تمام؟ اذا البري فرونتال اريا هي مسؤولة عن ايه؟ مسؤولة عن الايموشن، مسؤولة عن البيهيفير بتاعك السلوك، مسؤولة عن البيرسوناليتي كاركترز. خلاص؟ ولذلك اي حد يتعرض لحادث ويصاب في هذه المنطقة اللي هي البري فرونتال اريا، تمام، بتكون ايه النتيجة؟ ان بيحصل عنده personality disorders او personality changes، بيبدأ ان هو بعد الحادث ده بيتغير تماما، الشخصية بتاعته بتختلف. تمام؟ يبقى هي دي البري فرونتال اريا. طيب نشوف حاجة كمان هنا، خلي بالك دي superior frontal gyrus، دي الميدل فرونتال جايروس، دي الانفيريور فرونتال جايروس. انا هنا مظللة الجزء ده بالاصفر اللي هو في الميدل فرونتال جايروس، الجزء ده بسميه فرونتال اي فيلد او فرونتال موتور اي فيلد او موتور اي فيلد اللي هي الاريا رقم 8. تمام؟ خلي بالك الابحاث يعني اختلفت في المنطقه دي، في ناس قالوا لا هي موجوده في السوبيرو فرونتال جايروس، في ناس قالوا موجوده في الميدل فرونتال جايروس، في ناس قالوا هي موجوده في الاثنين. ما علينا، احنا مش هندخل في الجدل العلمي ده، خلاص هي الفرونتال اي فيلد 8 موجود في الميدل فرونتال جايروس. طيب من اسمه كده يا ترى هي وظيفتها ايه؟ فرونتال اي فيلد، فرونتال موتور اي فيلد، دي مسؤوله عن حركه العين. ازاي؟ انهي نوع من الحركات؟ طب عين واحدة بس؟ لا، عينيك الاتنين. conjugate movement of both eyes، conjugate movement of both eyes، بتحرك عينك الاتنين مع بعض، تمام، ناحية اليمين او ناحية الشمال. تمام؟ زي حركة السكانر بالظبط. عارفين السكانر بيتحرك من اليمين للشمال، من الشمال يمين، او الفرونتال اي فيلد ده هو اللي بيحرك عينك بشكل سكاننج، فبيعمل سكاننج موفمنت اوف بوث ايز، كونجكت موفمنت. بس خلي بالك الفرونتال اي فيلد بتاع الناحيه اليمين بيحرك عينك الاثنين مع بعض للناحيه الشمال، يعني بيحركهم تو ذا اوبوزيت سايد. تمام؟ والفرونتال اي فيلد بتاع الناحيه الشمال بيحرك عينك الاثنين مع بعض ولكن للناحيه اليمين. اذا لما الفرونتال اي فيلد ده يحصل فيه ليجن، تمام، هتلاقي عينيك الاثنين حصل لهم ديفيشن. تمام؟ حصل لهم ديفيشن لفين؟ لفين؟ للسيم سايد، تو ذا سيم سايد. خلاص، يبقى هيحصل كونجكت ديفيشن اوف بوث ايز تو ذا سيم سايد اوف ذا ليجن، كان عينيك بتشاور على مكان الخلل فين، مكان الليجن فين. تمام؟ هو ده الفرونتال اي فيلد رقم 8. كل ده احنا في الفرونتال لوب. طيب ناخد حاجة تانية هنا، انا هنا في الفرونتال لوب ولكن في انهي جايروس؟ دي السوبيريور، هنا الميدل، هنا الانفيريور. انا دلوقتي في الانفيريور فرونتال جايروس. خلي بالك في الانفيريور فرونتال جايروس في منطقتين هنا جنب بعض، تمام تمام، حوالين الانتيريور ريموس والاسندنج ريموس بتاع مين؟ اللاترال سلكس. ففي اريا هنا واخده رقم 44 و45 ودي بسميها موتور سبيتش اريا، موتور سبيتش اريا اوف بروك. يبقى ممكن اقول عليها موتور سبيتش اريا بس، او موتور سبيتش اريا اوف بروكا، او بسميها بروكاس اريا اللي هي رقمها 44 و45 اللي هي موجوده في الانفيريور فرونتال جايروس. يا ترى المنطقه دي ايه السنتر ده وظيفته ايه؟ من اسمه كده موتور سبيتش اريا، هو ده اللي بيعمل كنترول للسبيتش، للماسلز اوف ذا سبيتش. انا وانا بتكلم فانا بستخدم عضلات اللارنكس والتونج واللبس. تمام؟ فهو بيعمل كنترول للموفمنتس اوف لارنكس اند تونج اند لبس. تمام؟ لان هي دي العضلات اللي لما بتتحرك بتدينا عملية السبيكينج او الكلام. خلاص؟ طيب اذا لما الموتور سبيتش اريا، خلي بالك ان دي اسمها موتور مش سنسوري، يحصل فيها ليجن، هتكون ايه النتيجة؟ تمام؟ هيبقى عندك العضلات سليمة، ما هياش بارالايزد، ما هياش مشلولة ولا حاجة، لكن انت مش قادر تتكلم. فدي اللي انا بسميها موتور افيزيا، موتور افيزيا. تمام؟
يبقى ده بالنسبة للموتور سبيتش اريا اوف بروكا. هضيف حاجة، خلي بالك احنا عندنا تو سريبرال هيمسفيرز، رايت وليفت، تمام؟ في عندنا واحدة بتبقى هي السائدة، بقول عليها دوميننت هيمسفير، دوميننت سريبرال هيمسفير. طب هي دي اعرفها ازاي؟ الناس اللي بتكتب ايدها اليمين، تمام، الدوميننت هيمسفير بتاعها اللي هي الشمال، والناس اللي بتكتب بايدها الشمال الدوميننت هيمسفير عندها اللي هي الناحيه اليمين، تمام؟ طيب الدوميننت هيمسفير قلت لك قبل كده ان دي بتبقى يعني في البدايه الطفل صغير لسه ما وصلش لسن 6 سنين او 10 سنين، فاحنا ممكن لو لقيناه بيعمل كل حاجه بايده الشمال نبدا نضغط عليه او ندربه او نعلمه انه يبدا يتحكم ويعمل كل حاجه بايده اليمين، فكده هتطغى الناحيه الشمال وهتبقى هي السائده، هتبقى هي ايه الدوميننت، خلاص. لكن لو سبناه زي ما هو كده خلاص، طالما وصل سن 6 سنين من 6 ل 10 خلاص، فهي بتثبت، ما بنقدرش ان احنا نعدل السلوك ده عنده. طيب يبقى اذا الموتور سبيتش اريا، خلي بالك هي انا بلاقيها نشطه في الناحيتين، لا، في الدوميننت هيمسفير فقط، في الدوميننت هيمسفير فقط. طيب نشوف حاجه تانية هنا، ده انهي سيرفس؟ ده خلي بالك الميديال سيرفس اوف ذا سيريبرال هيمسفير. في عندنا منطقه موجوده هنا، المنطقه اللي انا بظللها دلوقتي دي اسمها سبلمنتري موتور اريا. سبلمنتري موتور اريا يعني ايه؟ دي المنطقه المساعده للموتور اريا 4. هي الموتور اريا 4 عندنا اللي هي الاساسيه في حركه الجسم، خلاص، بتعمل كنترول للموفمنت اون ذا اوبزيت سايد اوف ذا بادي، خلاص. طيب دي بقى اللي انا بسميها سبلمنتري موتور اريا، دي بتساعدها بشكل بسيط، خلاص. دي بتكون متطوره اكتر في المانكي، تمام؟ في المانكي بنلاقي السبلمنتري موتور اريا دي كبيره ومهمه جدا، وخريطه الجسم بتاعه كلها بتبقى مرسومه هنا، وبتتحكم في كل الحركات عنده. لكن في الانسان دي بتبقى لا، يعني صغيره. والمنطقه دي على خلي بالك تحت الابحاث لغايه دلوقتي هم بيحاولوا يكتشفوا كل شويه الوظيفه بتاعتها. طب هي في الانسان ايه وظيفتها؟ في الانسان وظيفتها ان هي تساعد الموتور اريا 4. في الانسان وظيفتها فهي كده بتتحكم في الموفمنتس اوف ذا كونترا لاترال سايد، كمان بتعمل مسؤوله عن البوشرال ستابيلايزيشن، تمام، الاتزان بتاعك، كمان هي مسؤوله عن الباي مانوال اكتيفيتي او كوردينيشن اوف بوث سايدز اوف ذا بادي. يعني انت لو بتعمل مهاره حركيه بتتطلب ان الناحيه اليمين في الجسم بتبقى شغاله مع الناحيه الشمال في نفس الوقت، فهي اللي بتعمل التناغم او التناسق بين الناحيه اليمين والناحيه الشمال، اللي هي السبلمنتري موتور اريا. زي مثلا اثناء السواقه فاحنا بنستخدم الناحيه اليمين والناحيه الشمال، تمام، اثناء ركوب العجل، يعني اي حاجه بتحرك فيها الناحيتين مع بعض في نفس الوقت، فدي بتكون تحت سيطره السبلمنتري موتور اريا. طب يا ترى لو السبلمنتري موتور اريا حصل فيها ليجن هتكون ايه المشكله؟ انت هتفقد الحركه على الاوبزيت سايد اوف ذا بادي ولكن بشكل مؤقت، فده بسميه temporary loss of movement، temporary loss of movement on the opposite side of the body، تمام. طيب نيجي بعد كده للبارايتال لوب، نبدا نتعرف على الكورتيكال ارياز اللي موجوده فيه. انا هنا ببص لللاترال سيرفيس اوف ذا سيريبرم، هنا خلي بالك ادي السنترال سالكس، يبقى الجايرس اللي وراها على طول بسميها بوست سنترال جايرس. طيب خلي بالك البوست سنترال جايرس دي عليها اريا مهمه جدا اللي انا بسميها زمين سنسوري اريا او برايمري سنسوري اريا. يبقى زمين سنسوري اريا او برايمري سنسوري اريا او سوماتو سنسوري اريا، دي مهمه جدا، ليها الثلاث مسميات وبتاخد ارقام 3 و1 و2. طب من اسمها كده هي دي مسؤوله عن ايه؟ هي دي اللي بتستقبل السنسيشن من الاوبزيت سايد اوف ذا بادي، خلاص. يبقى بتاخد اني سنسيشن؟ الجنرال سنسيشن. يبقى it receives the general sensation from the opposite side of the body. زي ايه الجنرال سنسيشن ده؟ زي التاتش، زي البين، زي التمبرتشر، زي البروبريوسبشن، كل ده بسميه جنرال سنسيشن. عكس الجنرال سنسيشن ايه؟ السبيشال سنسيشن اللي هو الفيجن والهيرنج والتيست والاولفاكشن اللي هو السمال، خلاص.
يبقى دي وظيفة المين سنسوري اريا او السوماتو سنسوري اريا 3 و1 و2. اذا لو الاريا دي حصل فيها ليجن فانت هتفقد الاحساس على الاوبزيت سايد اوف ذا بادي، اي احساس جايلك من الاوبزيت سايد اوف ذا بادي. خلاص يبقى ده اللي بنسميه ايه؟ كونترا لاترال هيمانيسيجو، تمام، او هيمانيسيزيا زي ما تنطقها، تمام. يبقى كونترا لاترال هيمانيسيزيا او هيمانيسيجو. خلاص طيب ايه كمان في البرايتال لوب؟ خلي بالك قبل ما اخد منطقه تانية، انا دلوقتي ببص على ايه؟ هي دي البوست سنترال جايروس وهي دي زمين سنسوري اريا 3 و1 و2. هلاقي برضو خريطة الجسم هنا موجودة، وان الهيومن بادي بيكون ريبريزنتد او متمثلة اجزاء الجسم ولكن بالمقلوب upside down، تمام، بالشكل ده. وادي منطقة الليج والفوت والبرينيه ملفة هنا على الميديال سيرفس، تمام. طيب الخريطة اللي انا شايفاها دي بسميها ايه؟ بسميها sensory homunculus. خلي بالك اللي فاتت كان اسمها motor homunculus، دي اسمها sensory homunculus، تمام. طيب هل هنا كل اجزاء الجسم بتكون متمثله بنفس الحد؟ لا، هلاقي ان السايز اوف كورتيكال اريا بيتناسب مع ايه بقى؟ بيتناسب مع ايه؟ مع الريسبتورز، نمبر اوف ريسبتورز، تمام. كل ما تكون الجزء ده في جسمنا فيه ريسبتورز اكتر، كل ما الجزء اللي بيمثله هنا بيبقى اكتر. خلاص طيب ناخد حاجه تاني. في عندنا هنا، خلي بالك دي كانت الانترو برايتال سالكس وهنا السوبيريور برايتال ليبيول وهنا الانفيرو برايتال ليبيول. في السوبيريور برايتال ليبيول هنا في اريا مهمه جدا، سنسوري اريا اللي هي رقم 5 و7، دي اللي بسميها سنسوري اسوسيشن اريا او بسميها سكندري سنسوري اريا، تمام. دي بقى اللي هي مسؤوله عنك تفهم انت بتحس بايه، يعني دي مسؤوله عن الاحساس، دي انك تفهم الاحساس. اي اسوسيشن اريا او سكندري اريا بتبقى مسؤوله عن كده، خلاص. فدي مسؤوله عن حاجه اسمها استيريوجنوزيس. استيريوجنوزيس ايه الاستيريوجنوزيس ده؟ اللي هي القدره على التعرف على الاشياء بدون استخدام النظر او البصر، خلاص. هو ده الاستيريوجنوزيس، بتعرف على الاشياء ريكوجنيشن اوف اوبجكتس، تمام، وذاوت فيجن. طيب اذا المنطقه دي لما تصاب ويحصل فيها مشكله هيحصل ايه؟ الاستيريوجنوزيس هيبقى اسمه استيريوجنوزيس، خلاص. انت مش هتقدر تتعرف على الحاجه اللي انت لامسها دي. يبقى الاستيريوجنوزيس، انا دلوقتي لو مغمضه عيني وجيت امسك مفتاح، امسك قلم، امسك اي حاجه، فانا عن طريق الحواس بتاعتي خلاص انا فاهمه انا بلمس ايه من مواصفات الحاجه. استيريوجنوزيس لما انت تفقد القدره دي. طيب ايه كمان؟ هنا بقى مش ده السوبير برايتال ليبيول، هنا ده الانفيرو برايتال ليبيول. في المحاضرة السابقة قلنا ان اللاترال ساركس والسوبيريور تيمبورال ساركس الاتنين بيمتدوا فين؟ في البرايتال لوب وبالتحديد في الانفيرو برايتال ليبيول، وبتبقى كل واحدة فيهم متحوطة بجيرس. اللاترال ساركس هتبقى متحوطة بجيرس اسمها سوبرا مارجينال جيرس، والسوبيريور تيمبورال سالكس هتتحوط بجيروس اسمها انجيولار جيروس. طيب خلي بالك الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض بسميهم ايه؟ بسميهم سنسوري سبيتش اريا، سنسوري سبيتش اريا اوف فيرنيك، تمام، اللي هي منطقه 39 و40، 39 و40. يبقى بسميها فيرنيكس اريا او sensory speech area او sensory speech area of Wernicke. طيب خلي بالك ال W ده عالم الماني، فال W تحتها نقطتين منطقها V. فالمنطقة دي مسؤولة عن ايه من اسمها كده؟ sensory speech، يبقى دي مسؤولة عن فهمك للكلام، فهمك للغة. اي لغة انت متعلمها او عارفها، انت مثلا تعرف عربي، تعرف انجليش، وتعرف الماني، فأي حد هيتكلم باللغات دي قدامك، مش هيتكلم بس ده، كمان لو اداك ورقة تقراها، لو قدامك كتاب مكتوب باللغات اللي انت متعلمها، فانت هتعرف هتفهم. يبقى دي مسؤولة عن الـ understanding of language، تمام، understanding of language، هي دي بتاعت اللغات. طب لو المنطقة دي حصل فيها damage
هتفقد القدرة على فهم الكلام. أي حد هيجي يكلمك بشكل منطوق أو مقروء أو أي طريقة من الطرق، أنت مش هتفهم، هتبقى سامع الكلام ده كأنك سامع لغة تانية خلاص. وده اللي أنا بسميه إيه بقى؟ بسميه سنسوري أفيزيا. تمام، إذا خلي بالك السنسوري سبيتش إيريا الليجن بتاعها بيعمل سنسوري إيه؟ أفيزيا. لكن المنطقة الأولانية اللي احنا درسناها هنا اللي كان اسمها موتور سبيتش إيريا أوف بروكا، تمام، اللي هي كانت 44 و45، دي كان الليجن بتاعها بيعمل موتور افيزيا. تمام، طيب هل الاثنين مرتبطين ببعض؟ اه، السنسور سبيتش اريا مرتبطه بمين؟ بالبروكاس اريا. بالبروكاس اريا يعني السنسور سبيتش اريا مرتبطه بالموتور سبيتش اريا، تمام، عن طريق نوع من الفايبرز اسمها اركويت فاسيكولوس. ليه؟ لان انا محتاجه الاول دايما ان انا بفهم الكلام، حد بيكلمني فانا بفهم وبعدين برد، يبقى انا بفهم بالفيرنكس اريا وبرد بالبروكاس اريا. طب ايه كمان؟ لو احنا اتكلمنا عن الجايرس دي لوحدها اللي هي الانجولار جايرس اللي هي رقم 39، هلاقيها مسؤوله عن الكتابه. الكتابه، تمام، الرايتنج، تمام. يبقى الكتابة، انت لما تكون متعلم كتابة لغة معينة فمين اللي بيتحكم فيها؟ الانجولار جايرس، مسؤول عن الريتن لانجويج. ولذلك الاريا دي لما يحصل فيها ليجن هتفقد القدرة على الكتابة حتى لو العضلات الهاند عندك سليمة، تمام، انت خلاص فقدت المهارة دي. فدي بسميها اجرافيا، اللي هي عدم القدرة على الكتابة، اجرافيا. طيب ايه كمان؟ في المحاضره السابقه قلنا ان اللاترال سالكس لما بفتحها بلاقي في البطن بتاعها موجود مين؟ الجزء ده اللي بسميه ايه؟ انسولا. والانسولا كانت متحوطه بغطا من اللبس بتاعه اللاترال سالكس، مغطياها حاجه بسميها ايه؟ اوبيركولم. كان في فوق بارايتال اوبيركولم وفي تحت مين؟ تمبورال اوبيركولم. طيب الانسولا ليها وظيفة؟ اه، دي فيها السنتر بتاع التذوق، حس التذوق. ولذلك بسمي الانسولا ان هي فيها الجستاتوري اريا او التيست اريا اللي هي رقم 43. رقم 43. طيب ايه كمان هنا؟ ده انهي سيرفيس؟ ده الميديال سيرفيس. الميديال سيرفيس هلاقي هنا اريا، خلي بالك اللي هي دي اللي هي حوالين مين؟ السنترال سالكس. فبسمي الاريا دي ايه؟ بارا سنترال بيول. بارا سنترال بيول. طيب خلي بالك البارا سنترال بيول بيحتوي على جزئين، جزء موتور وجزء سنسوري. طب هو ده جاله منين؟ فاكرين لما احنا قلنا ان السنترال سالكس موجوده على اللاترال سيرفيس وكان قدامها البري سنترال جايرس اللي هي فيها الموتور اريا 4، قلنا المنطقة بتاع الليج والفوت والبرينيوم الموتور بتلف هنا معاك على الميديال سيرفس. وفاكرين البوست سنترال جايروس اللي كان فيها السوماتو سنسوري اريا او البرايمري سنسوري اريا او المين سنسوري اريا 3 و1 و2، وقلنا ان منطقة الليج والفوت والبرينيوم بتبقى لفة هنا على الميديال سيرفس. اذا البارا سنترال بيول ما هو الا امتداد للموتور اريا 4 والسوماتو سنسوري اريا او المين سنسوري اريا. طب يبقى ده مسؤول عن ايه؟ البارا سنترال بيول مسؤول عن هو عباره عن موتور وسنسوري سنتر، مسؤول عن الموفمنت والسنسيشن بتاع منطقه الليج والفوت والايه والبرينيم. طب ايه كمان؟ ده مسؤول ان هو يعمل كنترول لمين؟ للميكتيوريشن والديفيكيشن، تمام، لان البرينام هنا اللي هي منطقه العانه خلاص. طيب يبقى ده البارا سنترال بيول. يبقى ده لو حصل فيه ليجن هيفقد البيشنت ايه بقى؟ هيفقد البيشنت الموفمنت والسنسيشن بتاع الليج والفوت والبرينام من الاوبزيت سايد، وكمان هتحصل عنده مشكله في الميكتوريشن والديفيكيشن. كده خلصنا كل الكورتيكال سنترز اللي في البرايتال لوب. هنتكلم دلوقتي عن السنترز الموجوده في التمبورال لوب، ودي سهله جدا، هما تو سنترز، تمام. ده طبعا التمبورال لوب
كان متقسم بالسلكاي السوبيريور انفيريور الى 3 جيروي سوبيريور وميدل وانفيريور تيمبورال جيروي. انا يهمني دلوقتي ان انا اركز على السوبيريور تيمبورال جايروس لان دي فيها اريا اللي هي رقم 41 و42 اللي انا بسميها اوديتوري سنسوري اريا. اوديتوري سنسوري اريا او زمين اوديتوري اريا هي دي المنطقه اللي انا بسمع بيها، هي دي الفايبرز اللي جايه شايله او الاوديتوري راديشن، الاوديتوري راديشن تمام جاي ينتهي هنا على الاوديتوري سنسوري اريا 41 و42 تمام، يبقى دي مسؤوله عن الهيرنج. اذا لو الاريا دي حصل فيها ليجن هيحصل ايه؟ هيحصل partial deafness. فلو الاريا دي حصل فيها مشكله هيحصل partial deafness. طب ليه مش هيحصل complete deafness؟ لان خلي بالك الاوديتوري راديشن جاي ينتهي على الناحيتين في التو سيريبرال هيمسفيرز، على الاوديتوري اريا اليمين والشمال تمام، فانت بتفقد حاسه السمع ولكن بشكل جزئي تمام، والبارشال ديفنس ده بيكون مميز اكتر على الاوبزيت سايد، على الاوبزيت سايد اوف ذا ليجن. طيب ايه كمان هنا؟ هنا كانت خلي بالك الاوديتوري اريا 41 42 اللي احنا لسه متكلمين عليها دلوقتي، وراها هنا بتبقى في اريا تانية اللي هي رقم 22 تمام. الابحاث شويه قالت ان هي رقم 21 وشويه قالوا انها 22 وفي الاخر استقروا انها 22 و42. ايه هي دي بقى؟ دي المنطقه انا كنت بسمع ب 41 و42. طب وبفهم اللي انا سمعته وبميز الاصوات اللي انا سمعتها بايه بقى؟ بالمنطقه اللي هي 22 خلاص، اللي انا بسميها auditory association area او secondary auditory area اللي هي رقم 22 خلاص. ولذلك هي دي اللي انا اي اصوات بقى بسمعها فانا بميزها، بميز ده صوت جرس، ده صوت خبط على الباب، ده صوت فلان، ده صوت فلان تمام. ولذلك لما الاريا دي بيحصل فيها ليجن هي مسؤول عن الريكوجنيشن اهو اوف ساوندز، لما هيحصل فيها ليجن هيحصل حاجه اسمها اوديتوري اجنوزيا. اجنوزيا الجهل بالصوت بالاصوات، انا سامعه اصوات مش عارفه بقى افرق ده صوت انسان، ده صوت حيوان، ده صوت جرس، ده صوت ايه بالظبط خلاص. يبقى دي الاوديتوري اسوسيشن اير. طيب هنا انا باصه كده للانفيرور سيرفيس، ده التمبورال لوب تمام. اتفقنا ان الجزء ده اسمه انقص تمام. هنا بتبقى الراينال سالكس اهي، لان دي الكولاترال سالكس ودي الراينال سالكس، محدده لي الجزء ده اللي هو الانقص. ففي اريا هنا اللي هي رقم 28 اللي هي في الانقص دي مسؤوله عن الاولفاكشن او حاسه الشم. اذا الانسولا مسؤوله عن التيست سنسيشن والانقص مسؤول عن السميل سنسيشن او الاولفاكشن. طيب ايه كمان؟ ايه كمان معانا لسه في التمبورال لوب؟ هنا بلاقي في التمبورال لوب على الانفيريور سيرفيس اوف تمبورال لوب من تحت كده، وكمان على الاوكسيبيتال لوب من تحت بلاقي اريا اسمها فيشيال ريكوجنيشن اريا، اسمها فيشيال ريكوجنيشن اريا. من اسمها هي دي الاريا اللي احنا بنتعرف بيها على الوجوه، بتعرف على الاشخاص عن طريق ملامح الوجه، يبقى مسؤوله عن الريكوجنيشن اوف بيبل تمام، through faces او by their faces خلاص. ايه بقى المنطقة دي لو حصل فيها ليجن؟ بيبقى عندك صعوبة في انك تميز بين الاشخاص. طيب ايه كمان؟ هاجي بقى للأوكسيبيتال لوب، عايز اعرف ايه هي الكورتيكال سنترز اللي موجودة فيه، ودي سهلة جدا، هما كلهم 3 areas. انا كده بصل للأوكسيبيتال لوب، ففي عندنا منطقة هنا اللي اتحددت باللون الاصفر دي اريا رقم 17، ودي بسميها primary visual area، primary visual area تمام، اللي هي رقم 17 او بسميها striate area. هي دي بقى بتاعت الفيجن تمام، هي دي بتاعت الفيجن خلاص.
لما الاريا دي بيحصل فيها ليجن اللي هي رقم 17، طبعا بيحصل ايه؟ بلايندنس. تمام، بيحصل بلايندنس. طيب هاجي بعد كده في اريا تانية اللي هي جنب 17 بقى، اللي هي 18 و19. خلي بالك 18 و19، يبقى انا كنت بشوف ب17، ولذلك كنت بسميها برايمري فيجوال اريا. طيب 18 و19 دول بسميهم سكندري فيجوال اريا او فيجوال اسوسيشن اريا، اللي هي 18 و19. انا بشوف ب17 لكن بفهم اللي انا شفته او بميز اللي انا شفته، تمام، ب18 و19. يبقى دي مسؤولة عن الريكوجنيشن. تمام، وايه كمان؟ دي كمان 18 و19 مسؤولة عن الكالر فيجن. تمام، ان انا بميز بيها الالوان، يبقى مسؤولة عن الكالر فيجن وكمان الريكوجنيشن اوف اوبجكتس. ولذلك الاريا 18 و19 لما هيحصل فيها ليجن هتكون ايه النتيجة؟ هتكون النتيجة فيجوال اجنوزيا. انا شايفة لكن انا مش فاهمة ايه اللي انا شايفاه ده بالظبط، وكمان هيبقى فيه كالر بلايندنس. طيب اخر حاجة عندنا ان في منطقة موجودة هنا في الاوكسيبيتال لوب اسمها اوكسيبيتال اي فيلد. اسمها ايه؟ اوكسيبيتال اي فيلد. دي شبه مين؟ شبه اللي كانت موجودة هنا في الميدل فرونتال جايروس، تمام، اللي هي الاريا رقم 8 اللي هي الفرونتال اي فيلد. خلاص ده بقى اللي هو مين؟ اوكسيبيتال اي فيلد موجود في الاوكسيبيتال لوب. طب هو ده ايه وظيفته؟ شبه الفرونتال اي فيلد. مش الفرونتال اي فيلد كان بيعمل كونجكت موفمنت اوف بوث ايز تو ذا اوبوزيت سايد؟ تمام، هو ده برضو الاوكسيبيتال اي فيلد بيعمل نفس الوظيفه، كونجكت موفمنت اوف بوث ايز تو ذا ايه؟ اوبوزيت سايد. ولكن ايه الفرق ما بين ده وما بين ده؟ الفرونتال اي فيلد لما شرحته لك قلت لك ايه؟ لا يحتاج الى فيجوال ستيمولس، هو بيحرك عينك زي السكانر من يمين للشمال وهكذا، مش محتاج فيجوال ستيمولس او حاجه تكون بتتحرك قدامك وانت بتتابعها. لكن الاوكسيبيتال اي فيلد اهو ده بيحتاج الى فيجوال ستيمولس ومسؤول عن الكونجكت موفمنت اوف بوث ايز تو ذا اوبوزيت سايد. خلاص، طيب هل الاوكسيبيتال اي فيلد مرتبط بالفرونتال اي فيلد؟ في فايبرز بتربط الاثنين ببعض اسمها اركويت فاسيكولس. اركويت فاسيكولس، خلي بالك الاركويت فاسيكولاس دي بتربط الحاجات اللي هي مع بعض اللي هي متشابهه في الوظيفه، يعني الاوكسيبيتال اي فيلد مع الفرونتال اي فيلد، الفيرنكس اريا مع البروكس اريا. خلاص، يبقى دي الاركويت فاسيكولاس. طيب يبقى ده بالنسبه للاوكسيبيتال اي فيلد، وده اخر سنتر اتعرفنا عليه في الفانكشنال ارياز.